تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، صباح الخير فيما كنتم، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم المورنينغ الرياضي عبر شوف سبور. كنحييكم في كل عدد من البرنامج ديالكم في المباشر اكيد عبر الصفحه الرسميه وكذلك شوف سبور اوفيسيال. حلقه اليوم نهضروا في المباريات ديال البطوله الاحترافيه لكره القدم اللي كانوا البارح، نهضروا كذلك في مباريات اليوم، نهضروا في مباراه الوداد الرياضي ومولوديه الجزائر، نهضروا على تصريحات البنزرتي اللي كانت البارح وكذلك نبيل نقيس مدرب فريق مولوديه الجزائر قبل المباراه اللي غتجرى اليوم. كل التوفيق ان شاء الله لممثل الكره الوطنيه. نهضروا كذلك على تحضيرات الرجاء الرياضي لمباراته ضد فريق اورلاندو بيراتس غدا الحد مع الخمسة ديال العشية. كل التوفيق لفريق الرجاء الرياضي، وغندخلوا في التفاصيل ديال البطولة بكل التفاصيل ديالها. سي هرمومن صباح الخير. صباح الخير سي عثمان. كدير؟ الحمد لله مزيان. درنا لك انتداب دابا. مرحبا. مرحبا سي هرمومن. اللودي مرحبا. صباح الخير، صباح الخير عليكم وصباح الخير للمتابعين الاوفياء ديالنا. تحياتنا لكم، تحياتنا كذلك للسي اسامه اللي كرافقنا في حلقه اليوم. صباح الخير السي اسامه، باش كتعجبني كتأدي الواجب ديالك والو. مرحبا. تحياتنا لكل المشاهدين ديالنا الكرام. غنهضروا في المباراه الاولى اللي غتجرى ما بين الوداد الرياضي وفريق مولوديه الجزائر، الماتش اللي غادي يتلعب اليوم. كل التوفيق لفريق الوداد الرياضي، كل الامل من جماهير الوداد باش انها تكون واحد النتيجه ايجابيه اليوم بعد النتيجه الايجابيه اللي كانت في الجزائر والتعادل الايجابي هدف لمثله. فريق الوداد الرياضي البارح جرى اخر حصه تدريبيه لهذا المقابله هذه تحت قياده المدرب فوزي البنزرتي. تفاؤل كبير داخل فريق الوداد الرياضي باش يواجهوا فريق مولوديه الجزائر. البنزرتي في التصريحات ديالو كان واضح، قال لك انا دائما ما كنخشاش الخصوم ديالي، كنلعب على الفوز، كنتمنى قال لك في كل مباراه غير باش اللاعبين ديالي يكونوا مركزين ويؤدي كل لعاب المسؤوليه اللي عليه. فريق مولوديه الجزائر حتى هو دار اخر حصه تدريبيه البارح بمركب رياضي محمد الخامس، كانت تقريبا مع ديك الوحده وحده ونص بحال هكا. المدرب الجزائري نقيس حتى هو قال لك انه المباراه صعبه، قال لك حتى شي حاجه ما تحسمات في الجزائر واحد لواحد، قال لك قادرين اننا نماركيو هنا في 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 الدار البيضاء عكس ما يقال. انه كاين بزاف ديال الترشيحات لفريق الوداد الرياضي بغينا او كرهنا، ولكن هو قال لك فرقته قادره انها تماركي في الدار البيضاء. شنو بان لكم في الماتش ديال الوداد والمولوديه؟ هو كل المدرب تيقول لك الصيحات اللي تيهز المورال اللاعبين ديالو، هذا بطبيعه الحال اي واحد ما غينزلش يده، ولكن تنظن بان المقابله اللي تلعبات في باريس خصها تكون للنسيان، لان بالنسبه للوداد خصها تلك المباراه. دابا عندك واحد المباراه اللي فاصله ولا مباراه نقولوا هي المباراه النهائيه تقريبا باش دورك الدور الموالي، يعني هذيك المباراه ديال اللي هي تقدر ترجع تشوف النتيجه ديالها، ولكن خصك انت في المباراه هنا في الدار البيضاء تنسى النتيجه ديالها، ما تدخلش بانك متعادل خصني 0-0 باش ندوز. بطبيعه الحال من بدايه المباراه خصك كما تنقول تفرض الشخصيه ديالك وسط الملعب، تكون لاعب في واحد اللاعب اللي كنقولوا حنا لاعب اللي خصو منضبط، خصني نمشي نسجل ما نحافظش على النتيجه ديال التعادل، خصني نمشي نسجل قد ما سجلت قد ما تنسهل المأمورية ديالي. تنظن بان المباراه اللي غتكون مباراه قويه، لان كما قلت لك الفريق الجزائري ما عنده ما يخسر، غيجي يلعب الكل الكل، ولكن انا بحال الفريق البيضاوي خصو يدخل كما تنقولوا مآمن بالقدرات ديالهم ومآمن بان هذه المباراه خصو ينتصر بها بهدف ولا بهدفين ولا بثلاثه. يعني من بدايه المباراه خص تكون واحد المباراه هجوميه بالنسبه للوداد، من طبيعه الحال ما غاتلعبش واحد المباراه هجوميه الكل الكل، لانك ضروري غتبقى تحافظ على المرمى ديالك باش تجيك هدف، ولكن تنظن بان الوداد خصها كما تنقولوا تبين على الشخصيه ديالها اللي بينت في المباريات الاخيره، خصني نسجل الهدف الاول نسجل الهدف الثاني، قد ما تسجل الهدف كما تنقول تنطلع المورال اللاعبين يطلعوا المورال راسهم وتنهبطوا كما تنقول المعنويات ديال الفريق الخصم. تنتمنى ان شاء الله الوداد يكونوا في نهارهم لا خوف عليهم. تنظن بان احنا الناس اللي ما تنهضرش على الوراء ولا الترشيحات نقول الوداد هي اللي ديزا ما ديزاش، ولكن تنقول بان هذا الشيء كله في يد اللاعبين هما اللي غيحققوا في ارضيه الملعب. خصك تدخل تكون بلعب واحد اللعب واقعي، حتى لعب واقعي هو اللي تأهل الفريق. ندخل
قدرت نسجل هدف الهدف الاول نسجلو، قدرت الهدف الثاني نسجلو، قدرت الهدف الثالث نسجلو. هذه هي المشكل عندنا في الكره المغربيه. بحال الماتش ديال اسفي، بحال الماتش ديال اسفي الوداد كان واقع. هذه المشكل عندنا في الكره المغربيه. لا شتي المباراه ديال الوداد لا شتي المباراه ديال الرجاء، كان على الاقل يجاوب انتصار بثلاثه الاهداف من خارج الملعب، هي القليله جوج الاهداف ثلاثه. ولكن قدام مرمى تنكون عندنا واحد شويه ديال شويه التسرع. تنظن بان الوداد خصو يلعب واحد اللعب واقعي في هذه المباراه، لانها مباراه تاهيليه. حتى حاجه ما تحسماتش ان هدف الهدف. كما قلت لك في الاول خصنا نساو النتيجه ديال الجزائر، تندخلوا مقابله بحال هذه المباراه اللي فاصله، خصنا ننتصروا بها. عجبني انا التصريح ديال المدرب انه تيقول لك انا داخل باش ننتصر. تعني بانه تدرب مع في وسط الاسبوع على الطريقه الهجوميه باش نجيب الاهداف. تنظن هذه هي العقليه ديال المدربين اللي باغيين كما تنقولوا باغيين يمشيو بعيد. ما تلعبش على النتيجه ديال 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 الذهاب، النتيجه ديال الذهاب تتكون سيد وحدين، تقدر تبقى كما تنقولوا مامن بها وباغي تحافظ عليها. الدار الاخيره تيجي عليك واحد الاهداف كما تنقولوا تيقلب لك المأموريه وتيصعب عليك المأموريه. تتمنى ان من بدايه المقابله اللاعبين يدخلوا عازمين بدون انتصاب بعينهم، هذا هو اللي غيخول لك باش تاهل. كاين التعليقات ديال المشاهدين. حسن قال لك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كيف حالكم جميعا يا اخوان، حفظكم الله ورعاكم، شكرا جزيلا. صباح الخير صديقي العزيز ايوب، دائما يتابعنا كذلك عبر شوف سبور. قال لك صباح الخير صباح النور. قال لك وداد ما عندهاش باقي ناقصين. هذا سامي رايك يحترم بالنسبه للوداد، غادي مزيان هذا الموسم هذا، اي مباراه كيأديوها بالشكل اللي خصها تأدى فيه. صحيح كتكون بعض المقابلات كيكون الاداء ناقص، ولكن هذه كره ماشي دائما تكون مزيان، ولكن الوداد حضوره جيد هذا الموسم هذا. سعيده السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحياتنا لك. ترتيب ديال البطوله الاحترافيه من دابا شويه نعطيكم الترتيب. مرحبا. التركيز في مباراه اهم، في المباراه اهم شيء. صحيح قال لك كنتمنى الفرق المغربيه المسار الجيد في البطوله الافريقيه، كيقصد البطولتين الافريقيتين، كيهضر على الرجاء وفريق الوداد الرياضي. اللودي المباراه ديال المولوديه والوداد الرياضي. المباراة ما غاديش تكون سهلة على الطرفين. كنظن ان الفريق الجزائري غادي يجي باش يحاول يسجل، لان النتيجة ديال 0-0 هنايا فهي ماشي لمصلحته. تسجل عليه هدف في الميدان ديالو، غيبغي يعدل الكفة باش يسجل في الدار البيضاء. نتمنى ان الوداد، واكيد ان البنزاتي غيكون شاغل على هاد النقطة هذه، لان غادي غيخليو شيئا ما مساحات او مساحات في الخلف ديال في خلف الظهر ديالهم، عكس المباراه ديال الذهاب ملي سجلتي خرجوا بداو كيقلبوا على 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 التعادل. ملي خرجوا خلاو بزاف ديال المساحات. نتمنى اننا نستغلوا هذا الظرف هذا، نستغلوا طريقه اللعب اللي غيجيو يلعبوا بها. اكيد انهم غيبغيو يسجلوا في اقرب وقت ممكن، يبغيو يسجلوا على الاقل في واحد ربع ثلث ساعه الاولى. هذا ما كيمنعش ان فريق الوداد راه غيجي يركن الدفاع. حتى فريق الوداد كنظن انه غادي يبغي يدخل يحسم المقابله منذ البدايه ديالها، يسجل هدف ولا هدفين في البدايه ديال 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 الشوط. وانا كنتكهن بهذا السيناريو، ان الوداد غادي يدخل غادي يسجل منذ البدايه ديال المقابله، لان كما شفنا حنا كاع المباريات ديال البنزرتي اللي كيلعب مع واحد الفريق ويعاود يلعب معاه الاسبوع اللي موراه كيعرف يقراه. هذه ميزه عند فوز البنزرتي وعند الطاقم ديالو. نتمنى ان الوداد يظهر بنفس المستوى اللي ظهر به في المقابله الثانيه اللي كانت مع واتزم، وفي المقابله الثانيه اللي كانت مع المحمديه، ودابا عنده مقابله مع مولوديه الجزائر مشابهه تماما بكل مقاييس المباريات اللي كانت قبل. ما كيفوتش الظرف ديال الاسبوع كيعود يلعب مع نفس الخصم. كتشوف وداد اخر بنهج تكتيكي اخر بقراءه اخرى للمباريات. اللي نتمناو ان النجاعه الهجوميه تكون حاضره في هاد المباراه، من انصاف الفرص يسجلوا باش يسهلوا الماموريه عليهم، لان الا سجلوا هدف او هدفين فكنظن ان الفريق الجزائري غادي ينزل يديه. ونتمناو التوفيق للفريق الوداد. كما قلت المقابله ما غاداش تكون سهله، وخصوصا في البدايه ديالها نقدروا نسهلوا ما تبقى من المباراه الا عرفنا ندخلوا في اطوار المقابله ولا في اجواء المقابله منذ بدايه صافره المباراه ان شاء الله. افضل سيناريو يمكن الوداد الرياضي يبدا به هذا
الماتش. بعد اول حاجه نكمل لكم الكلام اللي قال العلودي، نظن بان الفريق الجزائري مش ذاك الفريق اللي تيدير اللعب ولا هو اللي تيفرض اللعب ديالو، اللي شفنا في المباراه التاهيليه لهذا الدور هذا تقريبا المباراه اللي لعب ضد الزمالك تنشوفوا اللعب بواحد التكتل دفاعي، المباراه اللي موراها مع الترجي بنفس الاداء، تنظن مش ذاك الفريق اللي تعرف يدير كما تنسوا تعرف يدير اللعب، ما تعرفش هو اللي يخلق الفرص، يتسنى اخطاء ديالك وتلعب عليها. تنظن بان هذه الخاصيه اللي عند الفريق الجزائري، تنظن بان الوداد تنظم ان كما قلت لك غيلعب واحد المباراه اللي تيغيبوش في الدقائق الاولى. قلت لي احسن سيناريو، احسن سيناريو فاش تدخل تسجل الهدف، انا كنسجل الهدف ضد فريق اللي ما تيعرفش كما قلت لك في الاول، فريق اللي ما تيعرفش هو اللي يدير اللعب، ما تيعرفش يهجم عليك وانت في بلوك ديالك. انا الفريق الجزائري وش الاهداف اللي ماركا، ما عمره ماركا في اهداف الفريق البلوك الدفاعي ديالو، ديما تيسجل اهداف في ضربات الاخطاء، يا الهدف شنو الترجي الهجمه مرتده وخا الترجي كانت هي ما عندها ما دير مقابل وكانت هجمه واش هجمه مضاده اللي شبه هدف ديال التعادل. تنظن بان الا دخلت وسجلتي هدف الاول في الدقيقه الاولى، تنظن بان صعيب على المنتخب الفريق الجزائري يرجع، لان فريق اللي كنقول لك بانه ما تعرفش يلعب الاتاك بلاسيو، ما تعرفش هو اللي خلق الفرص، وما تعرفش هو اللي يتحكم في زمام الامور، هو تيخلي لك زمام الامور وتلعب على الثغرات تخلي في الدفاع ديالك. تنظن بان احسن سيناريو هو نسجلوا هدف في الدقيقه الاولى. كما قلت لك المشكل اللي عندنا في الكره المغربيه في السنوات الاخيره اللي تنشوفوها بزاف، هو تنوصلوا للبوطو تنوصلوا للمرمى، ولكن تنضيعوا هدف بواحد الطريقه اللي تتكون كما تنقول بواحد البشاعه كما تنقولوا حنا. هذه هو المشكل اللي عندنا، تنصنعوا فرص، تنوصلوا للمرمى، تنضغطوا، تنتحكموا في زمام الامور، ولكن تكون عندنا ديك التسرع امام المرمى. تنتمنى ان شاء الله في المباريات هذو للراجل الوداد ان شاء الله يتوفقوا باش يوصلوا للهدف، لاننا حنا الحمد لله تيبالك باننا تنخلقوا فرص. نتمنى ان الوداد تيدخل تخلق فرص، لشنا شحال من مباراه لعبت الوداد شحال من هجمه ضيعوا، يعني تحسب ان تقدر المباراه كان يوصلوا ثلاثه ولا اربعه، ولكن تنقول لك بعض المرات تكون المهاجمين ما عندهم ما معاهمش التوفيق. تنتمنى ان شاء الله يخدموا عليها في التدريب، لان بكثره التدريب تتولد توفق ان شاء الله في المباراه. تنظن بان المباراه هي صعبه ولكن بامكان ديال شي بغيت نسول دابا الفوز مثلا التعادل بواحد لواحد في الجزائر، لانه البعض مثلا من جماهير الوداد كيعتبرها نتيجه ايجابيه. هي نتيجه من طبيعه الحال ايجابيه، ولكن المباراه ديال اللي بنقول لك بان مشيت تكون بواحد لواحد تقدر كاع. علاش نقول لك انا خصنا نهضروا على تسجيل الاهداف، راه تسجيل دخول في الوداد تسجل الهدف الاول، ولكن تبقى لاعب 90 دقيقه تحت الضغط، اي وقت يمارك عليك واحد الهدف ضد مجرى اللعب تولي كما تنقولوا تولي داخل الحسابات. ولكن تنقول لك علاش انا احسن سيناريو وش الهدف، اهجم الفريق الجزائري بغى يدير اللعب ديالو لانه ما تيعرفش يدير اللعب، وتسجل الهدف الثاني. هذه المباراه خصها تسجل الهدف الاول الهدف الثاني كما تنقول باش تلعب واحد الاريحيه، لان هدف راه سيبدو حد داير، تقدر تدخل كما قال العلودي في الدقائق الاولى السيناريو وتسجل الهدف الاول وكما تنقولوا ترجع للوراء، ولكن تنظن بان في اي وقت يقدر يشارك هدف التعادل، يعني واحد لواحد تنقولوا نتيجه ايجابيه برا الملعب، ولكن في الملعب ديالك خصك تعرف كي تجيري هذاك الهدف الهدف، لانك قد ما تتعطل في تسجيل الاهداف قد ما تدخل الضغط عليك انت، لان الفريق الفريق الخصم غيدخل بهدف انه يسجل واخا يسجل على الاقل. دابا هدف في الحسابات بزاف الناس، وانا واحد منهم تنشوفها بان نتيجه اللي ايجابيه، ولكن مشيت تلعب مباراه ديالك في مباراه الرجوع في الملعب ديالك في اي وقت تسجلت هدف وهما في اي وقت يقدروا يشعلوا لك هدف وتتعاود المباراه عاوتاني ازير. علاش نقول لك ان الا سجلتي الهدف الاول خصك تقلب على الهدف الثاني باش تحسن في زمام الامور، لان الفريق الجزائري فريق اللي ماشي هذاك الفريق اللي قلت لك في الاول تعرف يدير اللعب، ولكن في اي ضربه خطا ضربه زاويه قدروا كما تنقولوا يشدوا منها هدف، اللي خصنا نسجلنا الهدف الاول نقلبوا على الثاني ونقلبوا على الثالث قد ما تتسجل بزاف قد ما تتسهل المباراه. كون كان 0-0 افضل بالنسبه لي، اصعب كثير. 0-0 اصعب. شوف هي راه هي الوداد لا صعيبه الوداد، ما سجلوش 0-0 اصعب من 1-1، لان 0-0 مرق عليك هدف وشلت عليهم هدف هما اللي دايزين، 1-1 تسجل الدقيقه الاولى خصك تكمل تسجل الهدف الثاني باش تحسن زمام الامور، حيت في اي وقت واخا تلعب واحد الفريق ضعيف راه في كره القدم فيها اخطاء، تقدر اي مدافع وهذا وارد في كره القدم اي خطا من شي لاعب ولا ضربه زاويه ولا ضربه خطا ولا الحارس يقدر يقطع يشعلوك هدف. زعما خصك 0-0 افضل للوداد؟ لا 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 حتى ليش يشعلوك واحد عندو حنا ثلاث سرع اللوز لا في الملعب ديالو مثلا في الملعب ديالو هنا في كازا وتخرج تلعب عليه ما تلعبش 0-0 ما تلعبش على 0-0 ما عمرك تمشي ما كتاخذ الريسك انك تلعب على 0-0 حيت في اي وقت يماركوا عليك، لان تقدر تكون كره ميته. كره ميته شنو معنى كره ميته؟
كوفر في وسط الطيران. انت كتظن ولا شي واحد كيظن ان من وسط الملعب كاع كره من وسط الملعب كاع غتقول انت كتظن ان غتقول غادا تسجل ملي تشوف كنتفرجوا في ماتش الوداد ولا قدر الله ما غاداش تكون ماتش الوداد والمولوديه حنا تنتفرجوا وجات كره في وسط الميدان في ديك السيركل في الدائره واش كتقول راه بيت ما غتقولش راه بيت يدخلوا كلهم الكاري ويغرقوا لك تما الكاري غيطلع كافوياج ضرب هنا ضرب هنا تلقاها دخلت لك الشبكه كره ديال غودزا في 2014 فينال كاس العالم لا هذه كره ملعوبه هذه كره ملعوبه نقول لك كره ميته ولكن لا بحال دابا البيت اللي ماركاو ماركاو جات مغفوله لا هو ملعوبه تاع ديميكيليس لا هو هو جات عليه مغفوله ولكن الالمان جات عليهم راه مخدومه تنقول واحد يعطي الراي ديالو تنقول في الهدف اللي سجلوه هدف التعادل كنت تقول بانه هدف التعادل ضربه خطا في مكان اللي ماشي صعيب بزاف ما قريبهش الكار داز قطع بريمي بور قطع بريمي بور خطير في مكان خاطئ ضربه زاويه هذه تنقول بان اي مكان تقدر تجيب علاش خصك تسجل هدف تكون ميته الاول وتحاول تسجل الهدف الثاني حيت كاع النتائج في كره القدم تتكون صعيبه ولكن واحد الواحد المشكل ديالها شنو هي المشكل ديالها هي خصك تسجل الهدف الاول تسجل الهدف الثاني لان الفريق خاصهم تيبقى حي حتى الدقيقه 90 لك تسجل الهدف الفريق خاصهم تيبقى معك حتى الدقيقه 90 حي باش تقتلوش ولكن هو الواقع اذا بغيتي تدوز خصك تسجل الاهداف واحد جوج هذا هو هذا راه كل سجلوا لي اهداف كره دازو من لي الواقع انا بغيت ندير اي حاجه في الكره خصك تسجل الاهداف الاهداف هذا هو الواقع علاش ما تجيش شي فرقه دات بطوله ب 0-0 على روشور البرتغال باش غير في يورو 2016 مالهم ربحوا قالت كافضل كافضل ثالثه وبقات غاده شويه بشويه سدات ولكن ماركو بيوجا احسن هذا ولكن ما كانش افضل فريق كان فرنسا ورا فرنسا في كوب دي مود ما كانش احسن فريق كان زي واحد البلوك دار واحد البلوك دفاعي تيتسنى ولعب على السرعه ديال المهاجمين ديالو ودا الكره القدم كل كل مدرب عنده النهج التكتيكي ديالو كل مدرب عنده الافكار ديالو تيدير وسط ارضيه الملعب تتنجح ليه شحال هذه كنا تنسمعوا في الكره المغربيه ولا في العالميه هذا كانوا تيفزعوا دابا راه ما بقاتش هاد الهضره ديال فزعوا الناس يديروا واحد البلوك دفاعي وتلعبوا على المرتدات الهجوميه هذاك التكتيك من النهج التكتيكي ديال المدربين يعني على حساب اللاعبين اللي عندك على حساب الثقافه الكرويه اللي عندك غتخرج واحد الفريق به تنشوفوا مورينو واحد لقيته في 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 لانتير ما كانش عنده لاعبين اللي في الهجوم كانوا قوي ولكن كتسناك في الدفاع وتيمشي نفس الشيء مع تشيلسي تنظر بان الكره تطورت بزاف تنظر بان احنا خرجنا من الموضوع ديالنا ولكن تنقول ان الكره مزيانه الكره الحديثه بزاف تكون الكره التاكتيك عنده الخدمه ديالو الكره الحديثه هي نجمو كاملين وكل فريق عنده كما تنقول عنده الهويه ديالو المدربين اللي باقي لدابا كيديروا ما يمكنش واحد الفريق ما عندوش لاعبين تلعب بهم اتاك بلاس وتلعب اتاك بلاس راه بغا راسك وتقتل الفريق ديالك ما عندكش لاعبين اللي غيلعبوا اتاك بلاس عندك لاعبين اللي صراع في الهجوم والدفاع شويه ما تعرفش تخرجوها برجليهم الهامري قال لهم انا غنمشي للدونور عند الرجاء غنماركي بيت غنرجع ندافع راه اي واحد غير عند الرجاء غيدافع شوف راه خص احترام شوف اش لعب مع الرجاء ولا مع الوداد راه خص احترام راه القيمه ديال الفريقين بجوج الرجاء الا خرجتي لعبتي مع الكره غتربحك لانها تتبغيك تخرج تلعب الكره انا كمدرب راه خصنا نعرف القيمه اللي عنده ونعرف القدره ديال اللاعبين ديالي الا ما عرفتش قدره اللاعبين ديالي تنتفلع راسي ماشي انا ما عنديش لعابه يعرفوا يخرجوها من الدفاع باش يديروا اتاك بلاصي وانا بغيت ندير اتاك بلاس ولا كون الاولى واحد تيقف قف تعطيها لي ياخذوها لي مارك واخا تجيب بخمسه قالت يلاه تخرج تعطي الناس تقول لهم لا راك تبغي نلعب كل الكره الحديثه ولا بزاف ديال الخطط كل مدرب تيمشي الخطط اللي بغا هو تنظر بان نرجع للموضوع ديالنا تنقول لك ان الوداد خصها تحسن الهدف الاول تقلب على الهدف الثاني لان قد ما تيطول الوقت بهذا الصفر تيبقى الفريق الجزائري تيبقى كما تنقول تيبقى بحي وتيبقى مامن بالقدرات ديالو كيفاش الهدف الاول والثاني تيصعب عليه المقابله والوداد قادر دير هذا الشيء لان تنشوف في المباريات ديالها توصل البوطو بزاف نتمنى ان شاء الله بالسيناريو اللي قال على الودي في الدقائق الاولى يجلو هدف ويخلي الفريق الجزائري يخرج ويقلبوا في فرات الدار ديالو باش نعرفوا السرعه ديال المهاجمين ديال الوداد الوداد كيعرفوا الماتش صعيب المولودية حتى هما كيعرفوا الماتش صعيب هذا الشيء اللي قالوا الوداد كيعرفوا الماتش صعيب والمولودية كيعرفوا الماتش اصعب عارفين القيمه ديال الوداد عارفين القيمه ديال تلعب مباراه العوده مع الوداد عارفين القراءه ديال البنزرتي في مباريات العوده ديال الوداد والسؤال ديال محبوب قال لي واش كيبان لك الوداد بدنيا اش كيبان لك في الوداد بدنيا ونفسيا مع كثره المباريات تقدر تعطيك تنافسيه اكبر وتنافسيه اكثر الا كنتي محضر في بدايه الموسم تحضير جيد
كنظن ان الوداد واحد الظروف بدايه الموسم تحضير جيد. يكون عندك ليفيكتيف. عندها ليفيكتيف الوداد، ما عندها جوج فراقي تبارك الله، ما عندها جوج فراقي ولاعبين من الطراز العالي. كاينين اللاعبين اللي ما لعبوش في المباراه الذهبيه، الا جيتي تهضر على لالينداتاك باستثناء الكعبي، فاللاعبين ديال الاطراف ولا لاعبين ديال الوسط حتى المدافعين عندك من كل بلاصه دو بوست اللي غمضتي عليه عينك تحطوا ريق ديال الغرض، وكلهم في اعلى مستوى وكلهم تلعبهم يلعبوا على الشامبيونه. يعني لو كنت لاعب جوج الفراقي وحده هنا وحده هنا يقدروا يتلاقاو لك في فينال جوج. عندهم تقريبا تركيبه بشريه عاليه. ما كنظنش ان المباراه الاخيره اللي لعبت الوداد في البطوله والظهور اللي ظهر به الوداد من بعد ما سجلوا الهدف الثالث ان الوداد بدنيا راه منهار، بالعكس حاولوا يقتصدوا بدنيا لان عارفين تابعناهم مباريات كثيره. ما تنساش ان سجل ثلاثه ديال الاهداف يعني حسمت المقابله صافي سالات، خديت 3 بوان اولا محمد خديت 3 بوان، علاش غادي نبقى غادي بنفس الريتم هز الريتم وغادي وكنقلب علاش كنقلب 3-0 غتعطيني 3 بوان كيما 10-0 غتعطيني 3 بوان. اللهم 3-0 3 بوان وتابعيني تابعاني واحد الكومبيتيسيون اللي فيها والسيمانه ويكاند والسيمانه ويكاند والسيمانه ويكاند، نقتصد نحاول نقتل المباريات في البداية ديالها ونقتصد المجهود ديالي. يدخلوا اللاعبين اللي حتى في المباراه ديال 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 الذهب، مباراه الذهب حنا هضرنا عليها هنا، الوداد في راسهم او لاعبين الوداد في راسهم داروا غلط. الغلط اللي داروا انهم اللي سجلوا قالوا سيبوا الهدف اللي جينا ليه وصلنا ليه، سجلنا نرجعوا نقتصدوا نديروا، ما كانوش كيتوقعوا او ما فكروش باللي راه كاينه واحد الحاجه سميتها ضربات الخطا اللي الكره كتهز في الكاري كتولي 50-50 50% ديالك 50% ديالي. نقدر نكون انا عندي افونتاج ونيفو ديال لو جو نسد البلوكي كيب الكليسمون نكون احسن من الفريق الاخر تكنيك محسن من الفريق الاخر، تقدر تكون عندي واحد 80% ما يسجلوش عليا الا كانت الكره ملعوبه كما قال ارمونا راه شفناها في المباريات ديالهم، وكما قال سمع مدرا راه ما كيعرفوش يلعبوا الكره ما كيعرفوش يصنعوا الاهداف. الا رجعتي للمباريات ديالهم كامله كتلقى واحد 80% ديال الاهداف اللي سجلوا من كره ثابته، هذه ما فكروش فيها مزيان. وما نمشيوش بعيد عاوتاني باللي المشكل عند الوداد مشكل عندها في الكره الثابته، هي قويه في الكره الثابته ملي كتهجم ولكن دفاعيا بخونابل يقدر يكون مشكل ما فكروش فيها. ولكن المولوديه فاش كيكونوا متمركزين مزيان وهادشي اللي شفنا في الماتش اللي داز كيبان انهم كيعرفوا يدافعوا. لا المولوديه شوف دابا موضوع اخر، الا بقاو يدافعوا غيتقصاو هما مفروض عليهم دابا يخرجوا يقلبوا على النتيجه. غير حاجه واحده اللي يديروا الوداد يتفاداو الكره الثابته اللي تكون قريبه للكاري يتفاداوها، حيت الا كانت شويه بعيده يقدر داك البلوك يطلع لانين ديفونس طلع يبقاو بعاد على 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 حارس المرمى، يبقاو بعاد على حارس المرمى. وجهه النظر ديالي لا نفسيا لا بدنيا، نفسيا الوداد نتائج ايجابيه بحقها على مستوى البطوله راهم في المرتبه الاولى، على مستوى كاس افريقيا جايين من مباراه الذهب بنتيجه ايجابيه دونك نفسيا راهم موجودين سون براي، بدنيا وجهه النظر ديالي ماشي راهم ضعاف بدنيا وانما كيقتصدوا او كيغشوا بدنيا كيف ما تنقولوا ملي تيحسموا المباريات ولا تيوصلوا للهدف ديالهم ما تيبقاش نفس الريتم ونفس الايقاع تيلعبوا به، تيقتصدوا بدنيا حيت عارفين تابعينهم مباريات كثيره وكثير وخصوصا في هذا الشهر الجاي وفي هذا الشهر الاخر والشهر الجاي مباريات كثيره، لان النصف الاخير ديال او الثلث الاخير ديال البطوله 10 ديال المباريات، نصف النهائي ان شاء الله بعد المرور ديالهم اليوم نصف النهائي اخويا اسمح محمد ديال الشامبيونز ليغ، وما نساوش كاس العرش باقيين غادي في كاس العرش، ثلاثه ديال الواجهات خصهم يكملوها في ظرف شهرين، يعني غيكونوا مباريات كثير هادشي كامل كياخذوا بعين الاعتبار، داكشي علاش كيقتصدوا بدنيا وخصوصا من بعد الدقيقه 65 70 الا كانوا مسجلين ولا منتصرين كيقتصدوا بدنيا. هادشي وجهه النظر ديالي ونقدر نكون غلط. واللي كما قال فاش تكون فيز وتلعب في المباريات هذيك راه هي اللي تسمح لنا التجربه وتسمح الحين كديال اللاعب كره القدم تعرف امتى تهبط الريتم، واحد الوقيته المباراه بانك حسمتيها لكن تتهبط الريتم وتبقى انت تدير المباراه تقدر تحتفظ بالكره دير عطاك بلاسي بشويه عليك اللاعبين كما تنقولوا اللي عندهم واحد الاهميه تدير لهم تغييرات واش تدير المباراه هذيك تسمى التجربه ديال التجربه الكبيره تولي عند واحد اللاعبين بكثره الاحتكاك المباريات القويه عندهم التجربه هذيك. ولكن كما قال اللودي بان الراجل الوداد عندهم واحد المشكله اللي كبيره
للمدربين للاعبين، لان كل حد وكل لعبه تخرج يعني تخليش واحد المدرب واحد الفتره باش يشتغل معك على النهج التكتيكي اللي تدخل به. تنظن هذه المساله الصعيبه كاع اللي كاينه في المباريات ديال الرجاء ودات في الشامبيونز في الشامبيونز ليغ ولا في الكاف، ما عندكش داك الوقت اللي كنقول الوقت الكافي باش تخدم النهج التكتيكي. نتمنى ان شاء الله يكونوا اللاعبين هضموا هذا النهج التكتيكي اللي عطاهم المدرب، لان هذه المباراه كما تنقولوا كل لاعب عارف القيمه ديالها. نتمنى حد موفق لهم ان شاء الله ويشوفوا في الدقائق الاولى ويجوزوا الهدف الثاني. كل التوفيق للوداد الرياضي، الماتش ديالهم غادي يكون غدا مع الخمسه، الحكم هو غوتشوا بوندو الحكم من بوتسوانا. الحكم لا حتى انا نعرف نصف النهائي قاسما الحكم هذا هو صح، لا واحد ثلاثه الحكام هادشي وصلنا لسيما تيرا سميتو بنجلون هذا وزيز هادشي تصد دمي فينا هاد اللعيبه تبقى تسمع هاد الحكام تسمع التيرانات ديالنا التيرانات ديالنا تسمع هذا غنعطيو له هادي هذا نعطيو هما دابا واحد ربع سنين وما تقول لهم متحكمين في النهائي والنهائي ما طلعوش شي حكام جداد زادوهم بهذا الفار هذا، لان الى هضرنا على التحكيم حنا صبروا علينا حنا الحكام ديالنا ما لاعبين حتى شي مقابله لا ما لعبوش تنهضروا على الحكام لا ما لعبين حتى مقابله فات ما لعبوش حتى مباشره على الحكام تيلعبوا ضدنا. تنظن بان ثلاث الماتشات متابعين الرجاء، عندك المباراه ضد بيراميدز هنا حيدوا لهم هدف، مباراه لهي حيدوا لهم هدف، ضربه جزاء لهي، الوداد نفس الشيء في مباراه كامله، اخر حاجه هي المباراه في الجزائر اللي تيحيد لك واحد الحكم لهدف اللي شرعي. احنا في المغرب احنا في افريقيا عندنا واحد العقليه اللي مبدله على الناس، انا ما فهمتش دو واحد البطوله حتى نصف النهائي ونديروا الفار وقشل قشل حير اللي بغيتي جري عليه بغيتي وخليه حيدها حتى نوصل الناس ونتنوا ديك اللعيبه ديال راه نديروا دابا الحق الحق على كل شيء. راه دابا شحال ديال الاخطاء اللي داروا دابا، شحال من فارق قاعد تقسم من هذه الاخطاء هذه، وشحال من الفريق اللي تنعرفوا سنوات هما الحكام تيجيو في الجنب ديالو ديما معاه ما كاينش اللي يهضر معاهم. نتمنى بان توقف هذه المهازل هذه التحكيميه. انا ما نقدرش مثلا نقولوا نلوم واحد الحكم نقول راه تديرها بالاكسبري ولا جي على عمد بغا يدير واحد الخطا منظومه، ولكن تنظن منظومه تقدر تشوف هذه المنظومه ما تقدرش تنقيها. واخا مشى عندنا واحد السيد اللي كنا كنتمنوا هو القجع رئيس ديال الجامعه مشى للكاف ولا دابا عنده المكان في الفيفا، ولكن تنظن بان هذيك المنظومه اللي لداخل الكواليس كاينين لداخل راهم اللي واعرين، راه ديما تلقى المشكل معاه ما تلقاش مع الناس اللي كما تنقول عندهم القرار. المشكله ديال الكاف الناس اللي لداخل. المشكله ديال الكاف اخويا سي محمد بحال واحد الشجره جذورها كبار وانت كتحيد دوك التمرات اللي فاسدين وكيبقى كل مره تيخرجوا لك تمرات فاسدين. خصك اشنو دير؟ تحيد ديك الشجره كامله وتعود تزرع شجره اخرى وبقيتي تسنى. انا غير واحد الحاجه عندي واحد 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 المشكل مع هاد الحكام دابا الوداد او الرجاء وخصوصا معنا حنا في المغرب. عندك الوداد ولا الرجاء ملي كيلعبوا دور المجموعات تيكونوا اربعه ديال المجموعات، ملي كيدوز على راس المجموعه كيحيدوا ليه ثاني المجموعه اللي معاه وكيخليوا ليه ثلاثه كيقولوا لي غتلعب مع وحده فيهم دوك الثلاثه الثانيات. بحال ما ملي كندوزوا لهاد الدور هذا اش كيخليك تخرج واحد ثلاثه الحكام تيقول لك واحد في هادو غيجي يحكم لك برا الطيره. زين ما لعبنا تيسيما نمشيو نلعبوا في تيسيما ولا صايب راه مسمينو على الوالد ديالك الشهاده حتى يبان لك واحد تيبان لك الحمد لله راه خصك كيحكموا نفس الحكام لاحظتي. حنا دابا شي بالنسبه للجماهير خصك تشكروا هاد اللاعبين اللي تلعبوا دابا ولا دو القاب في المغرب باش دي لقب افريقي راه خصك تمشي تحضر ليه. دابا راه تنعاود نكرر ديما الحمد لله ولا تيمشيو الجمهور ولا تشوفوا الاجواء دابا الماتشات ولا تنقلوا ولا تشوفوا الاجواء ديال الحكام شحال هذه كنت نقولوا في المغرب راه العربي ضعيف تيقول لك وماركي ما كيحيدش لك هذا ولا شي ماركي تيحيد لك ولا شي تيران تيحيدوا له ولا تيجي الملعب ديالك والتيران الغيص والشو هذوك شوف العاف التيران غتلعب فيه. انا هذا الشيء اللي بغيت نفكر الحل ماشي عند الرجاء الحل ماشي عند الوداد. انا تنقول ان هذه خصها تكون اليد في اليد ديال الفرق المغربيه كلها برئاسه الجامعه وخصنا نحتجوا بواحد القوه ونديروا واحد الوقفه اللي قويه لان هذا الشيء بزاف لان بزاف الناس كما تنقول لك تشوف بعينك دابا ولا تظلم. تنتمنى بان الناس كلهم يديروا يد في يد ونحيدوا هذه ديال انا راه ما غاديناش لقدام اليد الاضلاع مع الجماعه كلنا نديروا يد في يد ومشيو لهاد الفيفا لان جاء هذا الكاف هذا لان هادشي راه ولا بزاف. لان بعض المرات تيكون معك الزهره بعض المرات تيكون معك الزهر وفي مرات اخرى ما يكونش معك الزهر
راه هذا الحكم نيت، هذا الحكم نيت راح يهدف للرجاء مازيمبي. هو نيت، ولكن الظهر كان معكم مريتي الدور الدور الموالي، وهو نيت حيد هدف الوداد واستطاع الوداد يرجع بنتيجه ايجابيه. وهذا الحكم ديال الرجاء راه هو اللي كان، راه هو اللي كان كطري ماتش الزمالك على ما اظن، كان في ماتش الترجي كطري ماربيتر في المهزله ديال الرابس، وكان حتى هذا اللي غيلعب الراج نظر لك الزمالك هنا. كان في ماتش هو اللي كان في ماتش الزمالك هنا، وبيلانتي ما عطاش ديال الرحيمي. علاش قلت لك انا راه ديك الحكم يعني بعد المرات ما تيكونش معك الزهر تتسجل وتحيد لك، وما يكونش معك الزهر كيضيعك لقب او المنافسه على لقب. وانا راه كنقول للعلودي راه تيعرف دابا، راه كنت قلت هذيك المره وكنت بقى لي السمعه قلت نعاود نقولها لانه علودي معايا ومدوز، راه كاين حكام اللي ما لعبت لما كنتيش تلعب الكره وما عندكش واحد التجربه كبيره في الكره ما تفهموش، راه تيحبسك وسط نص التيران، انت خصك تماركي وتيحبسك وسط التيران، والناس يقولوا راه ما دارش اخطاء، راه ما كيما ما جا منه لا ضربه جزاء لا بيس، ولكن هو راه ما خلاكش تفوت السونطه، راه غير تاخذ كره صفر كوفره ديالك، كره بالسمايش تيعطيك كوفره ديالك، يعطيك كوفره ديالك في نص الملعب ديالك، اصلا هجمه ديالك كيعطيك كره في نص الملعب ديالك. مازال ما قربتي سال شنو، باقي ما نويتيش باقي ما نويتيش، وبقيت ناقش معاك باش يخرجك من الماتش، تبقى انت ناسي الماتش وتهضر معاه، يعني الحكم الا كان بغى يخرجك من المباراه يخرجك من المباراه. تنتمنى ان شاء الله ما يكونش ما تبقاش في هذه المباريات هذو، ما ندخلوهاش للعقليه ديال اللاعبين، لان قد ما حطيتي رجلك في لادوك ثم تقاتلتي وكتما ضحيتي الله تيجازيك. نتمنى ان شاء الله هذه المباراه ديال السبت الاحد للوداد للرجاء، نتمنى ان شاء الله يتوفقوا بجوجهم ان شاء الله، فاش نقول نشوف الفرق المغربيه غدا في الادوار المتقدمه في في في, في البطوله الافريقيه، تعني بان الحمد لله البطوله الوطنيه واللاعبين ولات عندهم واحد واحد المكانه ديالهم في افريقيا. كل التوفيق للوداد الرياضي، تحياتنا السعيده قالت لك تحياتي لولاد اختي الوداديين، حظ موفق لكم. عبد الله قال لك صباح النور، حظ موفق الوداد. كاين بزاف ديال التعليقات نقراوها بعد الفاصل ديال السي اسامه، ونرجع لكم باش نهضروا على ماتش الرجاء واورلاندو بيراتس.
تحياتي لكم من جديد مشاهدينا الكرام في المورنينغ الرياضي. كل التوفيق للفرق الوطنية جميعا، سواء كانت منافسة في البطولة في كأس العرش وكذلك خارج المسابقات المحلية. فيما يخص فريق الرجاء الرياضي، إلى حتى الغداء اليوم غتكون آخر حصة تدريبية لفريق الرجاء الرياضي تحت قيادة المدرب التونسي لسعد الشابي. الرجاء الرياضي بعد مباراة بيراميدز أو مباراة بيراتس أورلاندو بيراتس جمع بيراسات. تحياتنا لجميع المشاهدين ديالنا الكرام. مقابلة اللي غتكون منقولة عبر القناة الرياضية تي ان تي، ربع النهائي مركب محمد الخامس. كل التوفيق للرجاء اللي قلت اليوم غادي يجريو حصة غتكون أخيرة باش يوقفوا على آخر الاستعدادات. الحصة هذه شنو كيكون فيها عموما؟ آخر حصة كيخدموا فيها شوية ديال ولا غير كي لا الروتوشات اللي انا اللي كنعرف كيتفاداو اللاعبين انهم مثلا في كونتاكت تكون داك الشيء خفيف، تبعد ضربات الاخطاء ضربات الزاويه ضدك ومعاك تنظن هذا هو. اما الخدمه اللي غاديرها راك تديرها في الاسبوع كله، واخا دابا صعيبه للمدربين الخدمه لانهم ما تيخدموش بزاف مع الفرق ديالهم، لان الا شتا البروغرام ديال الرجاء الاسبوعين الاخرين غتقول الله يحسن العوان اللاعبين وحسن المدرب واخا الخدمه ديالهم، ولكن الله يحسن عوانهم تتلعب مباراه هنا تمشي لجنوب افريقيا تجي اثنين غتجلس ثلاث غتمشي تلعب لها اربعه غتجي لها اربعه خصك تجلس الخميس وتريني الجمعه يعني الجمعه تنعاود ثاني، يعني ما كاينش الوقت بزاف. ولكن تنظن في ان اللاعبين الحمد لله بتجربه عندهم ولاو عارفين الطريقه اللي يخدم بها المدرب، عارفين دابا الرجاء ولات الفريق اللي تيدير واحد البريس شي بريسي للخصم في وسط الميدان ديالو في الهجوم ديالو باش يخدموا يلعبوا الكره، وفاش ياخذوا الكره في اقرب مكان للمرمى ديال الخصم تيمشيو باتاك رابيد باش يشدوا الهدف. تنظن بان كما قلنا حنا المباراه تاعي بحال هضرنا على المباراه ديال الوداد الرجاء البيضاوي تا هو من الدقائق الاولى خصو يمشي باش يشيل الهدف الاول الهدف الثاني باش يسهل المأمورية ديال الفريق ديالو، لان قد ما سجلتي قد ما تتسهل الخدمه عليك وتتصعب على الفريق الخصم. تنقولوا حظ موفق الرجاء البيضاوي اللي قايمه، تنقولوا بانهم بداو تيهضموا الطريقه الجديده ديال المدرب ديالهم، مشاو في واحد ثلاث المباريات داروا نتائج ايجابيه من بعد واحد كما تنقولوا عادي في كره القدم واحد التعادل من وراء ذاك التعادلين المتتابعين مع الفتح ومع زمام على مادون، عاوتاني رجعوا للطوب ديالهم. تتمنى ان شاء الله يقدموا بحال المباراه اللي قدموا المباراه الاخيره ضد وجده، ان شفنا فيها تقريبا النهج التكتيكي بواحد الطريقه اللي خدموها اللاعبين بواحد الطريقه اللي كبيره، كانوا قاب قوسين باش يشدوا واحد ثلاث اهداف ولا اربعه. هذه المشكل ديال الرجاء في الدور الاخيره تيوصلوا بزاف للمرمى ولكن قدام المرمى شويه تيتسرعوا. مباراه تكون قويه ضد واحد الفريق اللي جاي غيلعب الكل هنايا، حتى هو غيخرج باش يسجل الهدف كما تنقولوا حنا، ولكن الرجاء قادر ان شاء الله بتجربه عند اللاعبين ديالها ان شاء الله باش يفوزوا بهذه المباراه. تتمنى لهم حظ موفق وبالذات الحظ امام المرمى لانه تيديروا محاولات يضيعوا بزاف امام المرمى. جلال الرجاوي دائما يتابعنا، سولوك واحد السؤال زوين قال لك واش كاين شي مواهب في المدرسه؟ كاين الحمد لله ديما في الرجاء كاين ديما كاين مواهب في الرجاء. قال لك واش كاين زعما مواهب باش انهم يكونوا هما المستقبل ديال ديما في الرجاء البيضاوي؟ تنبلا زيت عينك في جميع الفرق في المغرب تلقى لاعبين ديال الرجاء البيضاوي، تنظن بان في المدرسه كاين لاعبين اللي جيدين لاعبين ممتازين اللي الناس تتوقع بانهم غيكونوا خصهم غير الخدمه وخصهم من طبيعه الحال الكره خصها الخدمه وخصها الصبر. فوالا هادشي اللي كاين. فيما يخص المقابله غتكون انطلاقا من الساعه الخامسه، مباراه ديال الذهاب كاملين عرفناها سالت 1-1. مالونغو كان يعني ما نقولوش نقد الفريق ولكن كان نقطه ضوء، لانه بهدف مالونغو بقات الامور شويه مزيانه للراجا، لانه كون كان خسرات الراجا في الالي مشكل. مشكل؟ ما كاينش مشكل، كرة القدم فيها المشكل هو ملي تقول لي تخسر بثلاثة أو بأربعة، تما فيه يكون مشكل، أما 1-0 أو 2-1 فهي نتيجة يعني ممكن تجاوزوها، ما لعبتيش ضد واحد الفريق اللي عادي أو واحد الفريق اللي سهل. مباراة في ربع النهائي مباراة الذهب جبتي نتيجة ديال التعادل، شأنهم شأن الوداد، غيجيو غيلعبوا ضد واحد الفريق اللي غيحاول يعدل الكفة يحاول يسجل حتى هو
هدف خارج الميدان، يعني غادي يكونوا مساحات، غادي يلقاو فرص اكبر انهم يوصلوا للبوطو في اقرب وقت، ولا يوصلوا فاسيلمون للبوطو. اللاعبين اللي كاينين في الجناب ديال فريق الرجاء الرياضي عندهم لاعبين كيبغيو المساحات، تيفضلوا المساحات في ظل المستوى ولا في ظل الاراحه ديال 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 الرحيمي في المباراه ديال المولوديه الوجديه. كنظن سعد الشابي حاول يريح الرحيمي باش يوجدوا المباراه ديال بيراتس، ديال اورلاندو بيراتس. شفنا المستوى اللي ظهر به الهبطي، واخا خصو شويه يكون شويه جماعي اكثر مع اللاعبين، ويكون عنده الخبط الكروي في الكره. الى عقلتي ارمون واحد الكره توغل ضربه جزاء شوف فلاغرونت يدير رجلو بعد، ولكن هو صحيح، ولكن هو صحيح، ولكن دير مسكين مع الوقت غادي يتعلم، مع الوقت غادي يتعلم هادشي. واكيد ان الدراري والمدرب بغا يكونوا نصحوه بشي حويجات اللي يقدروا. شفنا العوده ديال شاكر، شفنا العوده ديال مجموعه من اللاعبين اللي شفنا محسن، العوده ديال بوحسين بالدرجه، وخصوصا اللاعبين اللي ما كانوش كيلعبوا بزاف. محسن جوج ديال المباريات تقدر تكون نفعاته هذه الجلسه ديال جوج مباريات بدنيا يسترجع اللياقه ديالو. حفيظي كنظن غادي يكون غيبقى غائب ولا واجد، حفيظي غيكون واجد في المباراه. نتمنوا التالق ديال فابريس نغوما والتالق الكبير ديال مالونغو، هادشي كامل يقدر يساهم في تحقيق نتيجه. كما تنقولوا احسن تحضير للمباراه ديال اورلاندو بيراتس هو البروفا اللي خداو مع وجده، والاداء اللي ظهروا به مع وجده، وخصوصا وجده عندهم لاعبين في الهجوم اللي لاعبين سرع بزاف، داروا الدونجي وانما حاولوا وتاقلموا مع او حدوا شيئا ما من الخطوره ديال اللاعبين ديال وجده. شفنا من بعد ما تسجل الهدف الاول الطريقه باش كيلعبوا الهجمه المرتده. فريق الرجاء الرياضي ما بقاش داكشي ديال شحال هادي كيف ما كنا كنشوفوا ان الهجمه المرتده كيديروها بالو بيك، يبغي يجري بها يدرب ليه واحد جوج ثلاثه. شفنا محسن، شفنا الدراري لا 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 الدراري ديال الاطراف، شفنا سكحال المباراه الكبيره اللي قدم، والهدف اللي حيد من قدام ادم النافاتي بالتاكل ديال الكره. شفنا واحد ليكيب كومباكت، واحد ليكيب اللي كتلعب كما تنقولوا لعاب واحد، لعبه كلاعب واحد، كاين واحد الانسجام بين اللاعبين ووسط الميدان واللاعبين ديال الهجوم، وحتى اللاعبين او الرجوع الدفاعي ديال اللاعبين شفناه بواحد الشكل كبير، كيدافعوا اكبر عدد من اللاعبين، يهاجموا باكبر عدد من اللاعبين ايضا. نتمنوا هادشي كامل نشوفوه على رقعه الملعب. من الناحيه البدنيه ما كنظنش ان كاين مشكل لا الرجاء لا الوداد، كنظنش انه كاين غير هما ملي كيسجلوا الهدف الاول الثاني كيقتصدوا شيئا ما في اللعب، كيحاولوا انهم يختصوا لانهم متابعينهم مباريات كثيره، تلعب ثلاثه المباريات في الاسبوع زيد جوج المباريات اللي كتولي 15 يوم لاعب ولا لاعب 15 يوم لاعب خمسه ديال المباريات، زيد السفر لي كونسونطراسيون تا هما راه ذهنيا تيعذبوا المعسكرات، ذهنيا تيعذبوا اللاعبين، وخصوصا اللاعبين جايين من سفر طويل، تدخل كونفينمون، تخرج تمشي لوجده، تعاود تجي تدخل كونفينمون، غادي تلعب مباراه، غادي تعاود تدخل كونفينمون لانك لاعب مع فريق اللي جاي من جنوب افريقيا، يعني واش فهمتيني؟ اللي عنده شي مرا يطلقها، اللي عنده شي ولاد يصيفطهم لدارهم، دونك يعني الله يحسن العوان، ذهنيا صعيب. لا خاصك تحط راسك في واحد المكان ديال واحد اللاعب تعيش هذه الاجواء هذه من طبيعه، علاش نقول حنا الخدمه ديالو من طبيعه الحال، ولكن ضروري خاص اللاعبين يكونوا مرتاحين. هادشي علاش اللاعب المدربين تيدوروا الفريق، فاش دور الفريق تعطي واحد الاريحيه لواحد اللاعب اللي ارتاح واحد النهار ولا يومين حتى هو يلقى الراحه ديالو، ولكن ديما خصو يمشي للتدريب. في المجمل تنقولوا بان الرجاء اللي كانت في النهار ديالها لا خوف عليها، نقول لكم انا متاكد منها ان الرجاء كانت في نهارها، والفريق ديالهم فريق خرج بغى يلعب الكره، تنظن بان الرجاء هذوما الفرق اللي تيبغيو، تيبغيك تلعب معاهم الكره، لعبتي معاهم الكره غيوصلوا للمرمى ديالك بواحد السهوله، لانه عارفين اللعابه ديال الرجاء لاعبين اللي مهاريين، لاعبين تلعبوا كرة قصيره وتمشيو لك فرد الدار ديالك. القوه ديال الرجاء هي في بن حليب وراحيمي ومالونغو، لان انا بالنسبه لي بن حليب من اللاعبين اللي تيطلبوا الكره بزاف ولا دار للمدافعين، خصو لاعب اللي كما تنقولوا يخرجوا نفس الشيء. اللاعب راحيمي تياخذها وتيخترق بواحد الصعوبه كبيره بالقوه ديال مالونغو، لان مالونغو تنعرفوا بانه واحد المحطه قويه الرجاء البيضاوي، يعني تلعبوا على تلعبوا كمحطه ديما تطور الكره واللاعبين تيدوزوا ورا ظهرو، لاعب اللي قوي في الضربات الراسيه، لاعب اللي كاع في الصراعات تقريبا مع اللاعبين تياخذوها.
المورال دابا اللي وصل ليه بانه قلنا مباراه الحمد لله تسمنا مباراه اخرى تيكررها كل مباراه ولا تسجل هدف تسجل هدف تخدى الثقه وتسجل هدف كما تنقولوا بالبصمه ديالو بحال المباراه اللي في جنوب افريقيا باش هذاك الهدف بالقوه باش تيما واحد اللاعب بالديار وتاخذ عليه والدور كما تنقولوا وتسجل تيبرك هذه القوه غادي تياخذ كما تنقولوا ولا تياخذ الثقه هذا ما تيجيش ولا كيرجع الثقه ترجع لا ولا تياخذ الثقه لان تجي من واحد المشاكل عندك مع الفرقه ديالك تدخل راجع واحد لقيتها شديتي الفورما عاوتاني مع كورونا الناس جلسوا عاوتاني عاود ترجعتي تنظن بانه دابا شنا مالون نقول لي المرون اللي قوي مالون قلت شي اهداف تنقول لك ان الرجاء في الدفاع الحمد لله الثنائيه ديال الحداد وديال الهدهودي بدات تعطي الدور ديالها تنشوفوا لاعبين لهم مساجمين الهدهودي تنظن بانهم احسن لاعب اللي احسن سلف لبنان انه ولا تنشوفوا حتى هو لاعب تياخذ الكره ولا هو تيصنع اللاعب في لا في دفاعيا لا في هجوميا هو اللي ولا تيصنع الهجوميا وتقريبا هو اللاعب الوحيد اللي تياخذ بزاف ديال الكره للمهاجمين تنظر بان في الدفاع دابا في قلبين الدفاع الحمد لله القايمين بواحد الدور كبير لجنه الاجنحه حتى هما قايم بوطيب في المباراه الاخيره تتمنى يمشي بهذا المنهج هذا لانه قدم مباراه كبيره هذا هو بوطيب اللي تنعرفوا حنايا ابو طيب اللي تيتلقى في الدفاع تلقى في الهجوم سبحان حتى هو يعني والمدرب عنده بزاف ديال الاختيارات بالاختيارات الشاب والاختيارات اللي عندهم تجربه شنو وسط الميدان زيده قام بواحد المباراه كبيره مباراه ديال وجده ولات عنده واحد التجربه كبيره تنظن بان الاختيارات كما تنقول لات عند المدرب متعدده القوه ديال الرجاء هي هذه جنوب افريقيا بطبيعه الحال غيجيو وغيقلبوا على الهدف تنظن بان نلعبوا ولكن ما غنلعبوش الكل للكل ما نخليوش مساحات ولا الظهر ديالنا تنتمنى بان الفريقين الرجاء والوداد ان شاء الله يكونوا في النهار ديالهم واهم حاجه كما قال علودو قلت في الاولانه هي لو وصلنا حدا بوطو خصنا الماركيو خصنا الماركيو خصنا الماركيو قد ما تتماركي تدير ثقه لراسك والفريق الثاني عاوتاني تيخرج من الخطه الخطه بي لانه خصو يهجم باش يجعلك اهداف هذيك الساعه تيخليك واحد المسافات والمساحات ولا الظهر ديالو وغيستغلوها اللاعبين المهاجمين ديال الفريق كل التوفيق لفريق الرجاء الرياضي نتمنوا له ان شاء الله التوفيق غدا في ماتش غادي يكون مهم غنهضروا عليه غدا تفصيل ان شاء الله غدا الماتش كل التوفيق للوداد الرياضي عندك تيا غدا المهاجم ماشي المهاجم اللي غنلعب غدا هضرنا على الماتش الوداد دابا بالتفصيل غدا غنهضروا ان شاء الله على الماتش ديال الرجاء بالتفصيل تحياتنا للسعيده الرجويه تحياتنا السي احمد باهو تحياتنا كذلك السي عزوز جمالي تحياتنا لطارق وبير تحياتنا مجموعه ديال الناس اللي تبعونا في حلقه اليوم من المورنين شكرا لكم الزملاء شكرا للزميل ديالنا لحظة شكرا لكم وشكرا للسي سي اسامه والثقه ديالنا اللي رافقنا في حلقه اليوم اللي كيصرف بوحدو لا خصك تشكر سي اسامه لانه العمل ديالو تيقوم به بواحد الدور الكبير العمل كوكا احنا تنشوفوا فيه صحه وراحه كيقوم بالعمل ديالو الاكبر هوكا عاشق المياه عاشق المياه حتى النخاع تحياتنا لك السي اسامه شكرا بزاف للمشاهدين ديالنا ان شاء الله الكرام وش على الضو لا كاين تحياتنا للرجاويين وكذلك الوداديين والجميع العشاق ديال الفرق ديالنا الوطنيه غدا ان شاء الله نتلاقاوكم الى اللقاء